مع رجل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله تبارك وتعالى في دعائه. لما كان في يوم أحد ما كان وفعل المشركون بالمسلمين ما فعلوا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على 3 من سادتهم: اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان. فتنزل قول رب العالمين تبارك وتعالى كما ورد في الرواية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الدرس الأول. الدرس الأول الذي تتعلمه في حياتك: لا تدعو على أحد، فإذا دعوت على ظالم فادعو على ظلامته، ويكفيك من الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل، ويكفيك من الدعاء أن تدعو لنفسك بالخير، ويكفيك من الدعاء أن تدعو للناس بالهداية. صفوان بن أمية لما فعل ما فعل وكان في جند قريش، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: اللهم لعن فلان. فتنزل القرآن معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليأتي إلى هؤلاء الذين يتصدرون لتكفير الناس في هذه الأيام وللحكم على الناس بأن هذا في الجنة وأن هذا في النار وأن هذا صالح وأن هذا طالح. لا تقطع على أحد بكفر، ولا تدعو على أحد بلعنة، فإن اللعنة طرد من رحمة الله، وإن اللعنة إذا خرجت من الفم دارت في السماء دورتها ثم تذهب إلى صاحبها، فإن وجدته أهلا وإلا عادت إلى من قالها فحقت عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لما قال له رب العالمين: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، نجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كما كان قبلها ما دعا عليهم إلا في هذا اليوم لكثرة ما أساء وفعلوا للصحابة من التمثيل بالجثة سواه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل بعد ذلك أن يدعو على أحد قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقال: لم أبعث لعانا ولا شتاما، وإنما بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فالمسلم دائما عفو اللسان، إذا دعا دعا بالخير، وإذا تكلم تكلم بالخير. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب رجلا حين دعا على ناقته، كانوا في سفر من الأسفار فرجل استعصت عليه ناقته فلعنها، قال: لعنك الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنخها. فأناخها، قال: خلي زمامها. لماذا يا رسول الله؟ قال: لا تمشي بيننا ناقة ملعونة. وللأسف الشديد أنك تجد بعض الآباء من يصف يقول لك: هذا الولد الملعون ده عمل كذا وكذا. لا، هذا لا يصح أبدا. اللعن طرد من رحمة الله، اللعن طرد من رحمة الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعله لأشد الفاسدين، قال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالله تبارك وتعالى يعلمنا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجيها لرسول الله: لا تلعن أحدا، ربما هذا الذي يلعن إذا كنت من أحد الناس ربما هذا الذي تلعنه أقرب إلى الله منك، ربما أمر أنت لم تفهم، فماذا أفعل لهذا الظالم الذي طغى علي وتجبر؟ قل: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف أصل إلى حقي؟ قل: اللهم رد إلي حقي، واتخذ من الوسائل التي ترضي الله ما يوصلك إلى حقك.